تعرف على طريقة وكيفية إيجاد عناصر تحكم أبوية. نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، وبعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الحالات الرقمية وعناصر التحكمية الأبوية، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على عناصر التحكم الأبوية. سوف نقوم بانتظار قليلا، وهنا سوف نقوم بإيجاد جميع المعلومات، وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.